وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رايف الكاتب الصحفي ضيفي الكريم بعد التحية. كيف قرأت الأكاذيب والمزاعم التي روجها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بمسؤولية مصر الكاملة عن دخول المساعدات لقطاع غزة؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل المشاهدين. هذه الأكاذيب في الحقيقة ترجمة للإفلاس الإسرائيلي الذي لا يمتلك الحجج وليست لديه أي براهين على عرقلته الحقيقية للمساعدات، ولا يوجد مبرر في الحقيقة لهذه العرقلة، وبالتالي يحاول إلقاء التهم على الغير. ومن ثم هذه الأكاذيب هي أكاذيب واهية وتناقض المنطق على أرض الواقع، خصوصا أن الدولة المصرية منذ اللحظات الأولى وهي تتحدث عن الشق الإنساني بل أدخلت يعني الأمر المتعلق بإدخال المساعدات ضمن صفقة يعني تبادل المحتجزين. فإذا لماذا إذا كان هناك حديث عن إدخال المساعدات مقابل أيضا يعني دخول مزدوج الجنسية المصري أو مزدوج الجنسية من قطاع غزة؟ وبالتالي نحن نتحدث عن أن كان هناك طوال الوقت حديث مصري مع الجانب الآخر عن أهمية دخول المساعدات وعن عدم عرقلة دخول المساعدات. أيضا مجلس الأمن نفسه أصدر قرارا من مجلس الأمن ملزما لإسرائيل بعدم عرقلة دخول المساعدات. إذا أكبر سلطة يعني في المنظومة الأممية ومتعلقة بالأمن والسلم الدولي وهي مجلس الأمن أقرت أن الجانب الإسرائيلي هو المتعنت وهو الذي يعرقل دخول المساعدات. الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني كوتيريش حينما أتى إلى مصر وذهب إلى معبر رفح أيضا تحدث من أمام معبر رفح أن الجانب الإسرائيلي يعيق دخول المساعدات وغيرهم وغيرهم من الشواهد. وبالتالي نحن نتحدث عن موقف مصري لا يحتمل المزايدة، لا يحتمل أيضا أن يعني يتقبل أو لا مجال للأكاذيب والشائعات منه. ولكن يجب على المشاهد الكريم أن يعي شيء مهما للغاية، أن في الحقيقة منذ أيام ومنذ فترة في الحقيقة ولوحظ أن الموقف المصري المساند الداعم للقضية الفلسطينية مستهدف بشكل حقيقي بإثارة الكثير من الأكاذيب والشائعات، وهنا محاولة لتحييد الدور المصري والاستفراد بالقضية الفلسطينية. وهذا بالمناسبة لم ولن يحدث ولن تتخلى مصر عن القضية الفلسطينية مهما كانت هذه الأكاذيب والشائعات، وهذا قدر مصر أن تتحمل كل هذا العناء مقابل مساندة القضية الفلسطينية. وبالتالي الدور المصري مستهدف في هذه الشائعات والأكاذيب. رصدنا خلال الفترة الماضية الكثير من هذه الأقاويل المغلوطة من سواء وسائل الإعلام الإسرائيلية أو حتى من مسؤولين إسرائيليين استهدفوا الدور المصري، ولكن مصر صامدة باقية لأن صمود الدولة المصرية من صمود القضية الفلسطينية. مصر هي صمام الأمان للقضية الفلسطينية، وبالتالي محاولات التشكيك، محاولات إثارة الشك وإثارة الأكاذيب والشائعات فيما يتعلق بالدور المصري الشريف المخلص المؤمن بالقضية الفلسطينية غير مقبول. ومصر لم ولن تتخلى عن القضية ولم ولن تؤثر في هذه الشائعات والأكاذيب. واعتقد ان الرد المصري دائما حاضر، ويحسب للدوله المصريه في الحقيقه واجهزتها ومسؤوليها واعلامها انها في الحقيقه بترصد كل الشائعات وبترصد كل الاكاذيب وبترصد كل الاخبار المغلوطه، ويتم الرد عليها مباشره وسريعا. وهذا لان الدوله المصريه تدرك ان احد ادوات الحروب الخاصه بالجيل الرابع والخامس هو اثاره التشكيك عبر هذه الاخبار والاكاذيب. وبالتالي مصر يقظه مستيقظه حاضره، وايضا شعبها واعي ومدرك لحقيقة الموقف المصري والدور المصري، بل إن العالم أجمع يشيد بهذا الدور ومدرك لهذا الدور. أستاذ جمال، يعني يوما بعد يوم سلطات الاحتلال تجني ثمار ممارستها بالمنطقة بفقدان تعاطف بعض من حلفائها وتعميق عزلتها الدولية. في إطار هذه المحاكمة وما يدور هذه الأيام، كيف تتوقع رؤية المجتمع الدولي للاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة القادمة؟ بالتأكيد أصبح هناك حتى تباين في الرؤى الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. دوائر صنع القرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية لديها الآن رؤى مختلفة حيال التعامل مع الموقف الراهن. لا يمكن أن نتحدث عن طبعا تغير في السياسات الأمريكية بشكل مطلق، ولكن هناك تغير في المواقف وهناك تغير أيضا في نبرة الخطاب. وبالتالي أنا أعتقد أن العجرفة الإسرائيلية والتعنت الإسرائيلي جعل حتى الحلفاء الخاصين بها يعني
يتراجعوا في التأييد المطلق ويعدلوا من لغة الخطاب أمام هذه المشاهد الغير إنسانية وأمام هذه الجرائم الغير مشروعة وجرائم الحرب التي هي بيانا عيانا للمجتمع الدولي، خصوصا أن أيضا إسرائيل ترى نفسها فوق المنظومة الأممية، وحتى أكاذيبها داخل محكمة العدل الدولية تؤكد هذا الأمر، وصدامها مع الأمم المتحدة في الحقيقة أصبح صداما غير مقبول، لأن هناك يعني أيضا سياج يجب احترامه فيما يتعلق بالتعامل مع منظومة الأمم المتحدة. إسرائيل خرقت هذه أو خرقت هذا السياج بصدامها واتهاماتها لأنطوني غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لحديثها بشكل غير مقبول عن هذه المنظومة الأممية، وأيضا بأكاذبها داخل أكبر ساحة قضائية دولية الآن. وبالتالي أنا أعتقد أن المجتمع الآن أصبح يعدل من رؤيته للجانب الإسرائيلي، وأيضا الشعوب الغربية أصبحت ضاغطة على أنظمتها السياسية، ورأينا أن هذا الضغط في الحقيقة مؤثر على الحكومات، والشاهد على هذا التغير في الحكومة الإنجليزية بعد المظاهرات. يعني ما زال هذا الضغط مستمر، وإن كانت إسرائيل رهنت قبل ذلك على أنه سوف يضعف مع الأيام، ولكنه ما زال مستمر في عدد من الدول الأوروبية. الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.